لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، أيها الأحبة، طيبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، ونسأل الله الذي جمعنا في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا يوم القيامة في جنته إخوانا على سرور متقابلين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا، آمين. أيها الأحبة، رمضان على الأبواب، وحق لشهر هذا قدره كما نعلم من كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم أن نستعد له، لأن الأجور فيه والحسنات فيه ليست كغيره. يكفي أن تسمع قول الله عز وجل في الحديث القدسي: كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تقضي حجة، وفي رواية تعدل حجة، وفي رواية تعدل حجة معي، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم. استدل العلماء بمثل هذه النصوص على مضاعفة الأجور في شهر رمضان. إذا كان الأمر كذلك، فلا بد أن يحرص المسلم على تجويد وتحسين أدائه التعبدي في هذا الشهر المبارك. ولأجل هذا عقدت هذه الدروس وهذه اللقاءات، وذلك لإعداد القلب لحسن الاستفادة من رمضان، لإعداد القلب لتذوق لذة وحلاوة العبادة في رمضان، وذلك لنحصل أكبر استفادة من هذا الشهر الفضيل. وكما تعودنا أحبتي، كل عام نشرع قبيل رمضان أو قبل رمضان من بداية شهر شعبان أو رجب، نتدارس فضائل العبادات والأعمال، ونبين كيف يكون تحصيل لذتها وحلاوتها. وعبادة العام التي تناولناها من بداية شهر شعبان هي عبادة الدعاء. كيف يكون دعاؤنا مستجابا؟ كيف تستمتع بالدعاء وتتلذذ به وتحصل حلاوته؟ وذلك من خلال 20 فضيلة للدعاء تكلمنا عنها في درس سابق، ثم حاولنا أن نتأدب فذكرنا 20 أدبا ينبغي على الداعي أن يتأدب بها، ثم شرعنا في الدرس السابق في بيان كيف يكون الدعاء مستجابا، و40 دعوة مستجابة. وهذا اللقاء متمم للقاء السابق، واللقاء القادم بإذن الله تعالى أيضا نكمل هذه 40، ونشير إلى بعض الأخطاء التي يقع فيها بعض الناس حينما يدعون الله عز وجل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله عتقاء في كل يوم وليلة لكل عبد منهم دعوة مستجابة، أي في رمضان كما رواه أحمد. وهذا يبين فضيلة شديدة وعظيمة لعبادة الدعاء خصوصا في رمضان، هي عموما من أجل العبادات، بل هي العبادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة. وله طعم خاص في رمضان، إذ رمضان محل الدعوات المستجابات. ذكرنا في الدرس السابق أن الدعوات المستجابة تعود إلى إما وصف في الداعي، وقد انتهينا من ذلك حوالي 20 وسيلة لذلك، و20 وصفا يستجاب معها الدعاء، أو تعود إلى فضل في الوقت أو فضل في المكان أو شرف في الدعاء أو في الدعوة نفسها. تعالوا الليلة نكمل. قال الناظم حفظه الله حول ما يرجع إلى أوقات الإجابة التي ينبغي للمسلم أن يتخيرها ويترصدها بدعائه: ويقبل الدعاء في أوقات جاءت بها النصوص عن ثقاتي، بعد النداء بالصلاة والسحر، وساعة الجمعة جاءت في الخبر. البيتان فيهما 3 أوقات من أوقات الإجابة. الوقت الأول بعد النداء، أي بعد الأذان والإقامة، يعني بين الأذان والإقامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الدعوة أو الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة، فادعوا، كما عند أحمد. وعند الترمذي: الدعاء لا يرد بين الأذان والإقامة. وفي رواية: الدعاء بين الأذان والإقامة مستجاب.
وإذا قال لك النبي صلى الله عليه وسلم أن الدعاء مستجاب في هذا الوقت كيف يكون حرصك عليه؟ وفي حديث ابن عمرو أن رجلا قال يا رسول الله إن المؤذنين يفضلوننا، انظر للتنافس، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم قل كما يقولون، أي ردد خلفه، فإذا انتهيت فسل تعطى. إذا انتهيت أي من ترديد الأذان سل تعطى، أي ما سألت فهو لك بإذن الله تعالى. وسبق معنا حديث ثنتان أو اثنتان لا تردان، وفي رواية قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا، أي في الجهاد. الوقت الثاني ساعة السحر، وفيها أحاديث، أولها قوله صلى الله عليه وسلم إن في ساعات الليل لساعة لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة إلا أعطاه إياه، وذلك كل ليلة، كما في صحيح مسلم. وتأمل معي وتوقف عند قوله لا يوافقها رجل مسلم يسأل الله خيرا من أمور الدنيا والآخرة. دنياك قد تتغير، آخرتك ومنزلتك فيها قد تتغير، وذلك برحمة الله سبحانه، ثم بهذه الأسباب التي شرعت لنا حينما تقوم في هذه الساعة التي يتنزل فيها الرب وتسأل وتتضرع وتدعو وتتذلل لله سبحانه وتديم هذه الدعوات، فإنها أرجى للقبول بإذن الله. اسمع أيضا حديث مسلم إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع حتى ينفجر الفجر. إذا ذهب ثلث الليل الأول، والليل يحسب من غروب الشمس، تعد الساعات من بعد غروب الشمس يعني مع أذان المغرب لحد أذان الفجر، وتقسم ده على ثلاثة، الثلث الأول حينما يذهب تكون هذه النفحات. إن الله يمهل حتى إذا ذهب ثلث الليل الأول نزل إلى السماء الدنيا، فيقول هل من مستغفر، هل من تائب، هل من سائل، هل من داع، يقول حتى ينفجر الفجر. وفي رواية لأحمد من ذا الذي يدعوني فأستجيب له، من ذا الذي يستغفرني فأغفر له، من ذا الذي يسترزقني فأرزقه، من ذا الذي يستكشف الضر فأكشفه عنه حتى ينفجر الفجر. أين أصحاب العاهات؟ أين أصحاب الأمراض والآفات؟ أين أصحاب الذنوب والتقصير والسيئات؟ أين أصحاب الحاجات من هذه الساعات المباركات؟ ألا نقوم إخواني فنتضرع لربنا، نقول قد مسنا الضر وجئنا ببضاعة مزجاة فتصدق علينا؟ ألا نقوم ونتضرع إلهنا مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين؟ أين أنت أخي عن دعوات الأسحار التي ربما تغيرت حياة الإنسان بسببها مع مداومة هذه الدعوات وتكرارها وحسن التذلل والسؤال لله سبحانه وتعالى؟ تأمل أيضا في قوله صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر. أنت تسمع وتحفظ الحديث الآخر أقرب ما يكون الإيه؟ العبد من ربه وهو ساجد، فكيف لو اجتمع الحديثان حينما تكون في جوف الليل وحينما تسجد فيكون قرب، فيكون قرب إلى قرب. أقرب ما يكون الرب من العبد في جوف الليل الآخر، فإن استطعت أن تكون ممن يذكر الله تعالى في تلك الساعة فكن. الوقت الثالث ساعة الجمعة، وهي ساعة يستجاب فيها الدعاء. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله تعالى شيئا إلا أعطاه إياه، وأشار بيده صلى الله عليه وسلم يقللها كما عند البخاري ومسلم. إذن هي ليست ساعة 60 دقيقة كما يظن البعض عليكم السلام، بل وقت قريب من ذلك. ويقول وهو قائم يصلي، وهذا ينطبق على الإنسان إذا قام يدعو أو إذا ظل في المسجد يدعو، فهو قد قام في المسجد وقام في هذا المكان يدعو ويتحين ساعة الإجابة، ولا يلزم أن يكون في صلاة، لأن هذا الوقت ليس وقت صلاة إلا لو كان مثلا في تحية مسجد أو نحو ذلك أو صلاة فريضة، أو إذا كان في الساعة الأخرى التي هي في التفسير الثاني لهذه الساعة، والتي هي في صلاة الجمعة كما في حديث هي ما بين، اللي هي إيه؟ هي ساعة الإجابة يوم الجمعة، هي ما بين أن يجلس الإمام يعني على المنبر إلى أن تنتهي الصلاة، هي ما بين أن يجلس الإمام
إلى أن تنتهي الصلاة، يعني على المنبر، والحديث رواه مسلم. وطبعا أنت لا يجوز لك أن تدعو والإمام لا يدعو، بل تدعو مع دعاء الإمام وتؤمن على دعائه في سرك. فهذا بيان أيضا لوقت هذه الساعة، وهذا قول آخر. وفي حديث آخر التمسوها، يعني ساعة الإجابة، آخر ساعة بعد العصر، والحديث حسن، وهذا يرجح هذا القول، التمسوها آخر ساعة بعد العصر، يعني قبيل صلاة المغرب. ولذا كان سعيد بن جبير إذا صلى يوم الجمعة لم يتكلم إلى غروب الشمس. لا مانع من الكلام، هو مباح، لكن هذا يدل على انشغاله بالدعاء والعبادة. وكان طاووس إذا صلى العصر يوم الجمعة لم يكلم أحدا ولا يلتفت، ليه؟ مشغول بالدعاء والذكر حتى تغرب الشمس. قال الإمام أحمد: أكره الحديث في الساعة التي يرجى فيها قبول الدعوة، إنها بعد صلاة العصر. قال: وترجى بعد زوال الشمس، يعني هو بين هذين القولين. وممن رجح كون هذه الساعة بعد العصر شيخ الإسلام، أو تلميذ شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى. وعلى المسلم أن يجتهد في هذه الساعات كلها عند صعود الإمام حتى ينزل، يعني في أوقات الدعاء، وبعد العصر قبل غروب الشمس، كي يكون على يقين من إدراك ساعة الإجابة. وقت آخر في قول الناظم: في رمضان تفتح الجنان أبوابها وتغلق النيران. في رمضان تفتح الجنان أبوابها وتغلق النيران، وذلك أن رمضان شهر إجابة الدعاء، تفتح فيه أبواب الجنة، وفي رواية أبواب السماء، وهذا دليل على استجابة الدعاء في رمضان. وقد ورد التصريح بقبول دعوات الصائمين، ودل على ذلك أدلة من القرآن والسنة. أما من القرآن فقوله تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية تخللت آيات الصيام، ففيها الحث على الدعاء من الصائمين وأن دعاءهم يستجاب. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: إن لله تبارك وتعالى عتقاء في كل يوم وليلة، يعني في رمضان، وإن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة، كما في صحيح الترغيب والترهيب. والله كنز هذا الحديث، فرصة عظيمة. إن لكل مسلم في كل يوم وليلة دعوة مستجابة. هل تفكرت فيما ستطلب من الله عز وجل وما ستدعو به؟ وسبق معنا حديث: ثلاث دعوات لا ترد، ومنها دعوة الصائم. وقت آخر قال: وفي السجود والدعاء في المعركة إذا الأسود بالعدى مشتبكة. وفي السجود والدعاء في المعركة إذا الأسود بالعدى مشتبكة، فيه وقتان: الأول حال السجود، والثاني عند التحام القتال أو اشتداد القتال وعند التحام الصفوف. أما الأول فدليله قوله صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا الدعاء، والحديث رواه مسلم. وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء كما في الحديث الآخر: فقمن أن يستجاب لكم. قمن يعني أدعى أو جدير، قمن أن يستجاب لكم. لذلك أكثر من الدعاء في السجود في الصلاة. وأما الثاني فلقوله صلى الله عليه وسلم: ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته. ساعتان تفتح لهما أبواب السماء وقل داع ترد دعوته. الأولى حين يحضر النداء، الأذان يعني حينما يؤذن بالصلاة، بين الأذان والإقامة، وعند الأذان وعند الإقامة، هذا وقت للدعاء المستجاب. والصف في سبيل الله كما في صحيح الترغيب والترهيب، يعني عندما يكون الجهاد في سبيل الله وتلتحم الصفوف، فهذا وقت للدعاء المستجاب. ثم قال: وليلة القدر التي تميزت وسورة في فضلها قد نزلت. وليلة القدر التي تميزت وسورة في فضلها قد نزلت. وفي الحديث قالت عائشة: يا رسول الله، إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني، كما في صحيح الجامع. قال: وأفضل الدعاء في التعريف حين يباهي الله بالوقوف. التعريف لو يوم عرفة، نسأل أن يبلغنا عرفة ويجعلنا من حجاج بيته الحرام المقبولين. وأفضل الدعاء في التعريف حين يباهي الله بالوقوف، المقصود يوم عرفة، كما في الحديث: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وفي لفظ: أفضل الدعاء الدعاء يوم عرفة، كما في صحيح الجامع. وقال صلى الله عليه وسلم: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبيدا
من النار من يوم عرفة. شوف رمضان فيه عتق كل يوم كل ليلة. يوم عرفة أكثر يوم في السنة فيه عتقاء لله من النار. ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا أو عبيدا من النار من يوم عرفة. وإنه ليدنو ثم يباهي بهم الملائكة فيقول ما أراد هؤلاء، كما عند مسلم. قال النووي: هذا اليوم أفضل أيام السنة للدعاء، فينبغي للإنسان أن يستفرغ وسعه في الذكر والدعاء وتلاوة القرآن، وأن يدعو بأنواع الأدعية ويأتي بأنواع الأذكار، يدعو لنفسه، يدعو في كل مكان، يدعو لوالديه وأقاربه ومشايخه وأصحابه وأصدقائه وأحبابه وسائر من أحسن إليه وجميع المسلمين. ثم قال: وليحذر كل الحذر من التقصير في ذلك كله، فإن هذا اليوم، خد بالك من الكلام خلاصة، فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه. غالب الناس بتحج كم مرة؟ مرة واحدة. يبقى هو حيشهد عرفة في حياته كلها إيه؟ مرة واحدة. لو ضاع منه عرفة حسرة لا تتدارك في الغالب. عشان كده بقولك فإن هذا اليوم لا يمكن تداركه بخلاف غيره. عشان كده بقول للإخوة في الحج، الحج ده امتحان، ورمضان امتحان، والعمرة امتحان. محتاجة أهم حاجة فيها شدة التضرع والتذلل لله والمسكنة والافتقار، اللي انت تظهر ذلك وفقرك لله سبحانه وتعالى، اللي انت توقن ان مش هتعرف تعمل حاجة من العبادة، ولا أصلا هتلهم شيء من العبادة، ولا تعان عليه، ولا الدعاء حتى، إلا إذا أذن الله سبحانه وتعالى. هو الذي يفتح عليك، هو الذي يلهمك الدعوات، هو الذي يجعلك تخلص، هو الذي يجعلك تتضرع، تتعبد، تتمسكن بين يديه. فعلى قدر تذللك وتضرعك تكون الفتوح من الله سبحانه وتعالى، ويكون العطاء، ويكون القبول، بخلاف الذي يعتد بنفسه ويرى عمله. أنا بقالي 20-30 سنة بحج، أنا عملت 100 عمرة، خدت بالك إيه الناس يعني مهما يعملوا فين هم من العمل، وهكذا كحال بعض الناس الذي ربما يذهب ليعود باللقب فحسب، أو يذهب يحج من مال حرام وغير ذلك، فربما حرم هؤلاء القبول ولا حول ولا قوة إلا بالله، ورد عليهم سعيهم. لذلك استحضر هذا المعنى قبيل هذا اليوم، أن هذا اليوم من أكثر الأيام فيه عتق من النار، أكثر الأيام فيها أو من أفضل الأيام التي يفضل فيها الدعاء، وأن هذا اليوم لا يمكن تداركه حتى تخرج أحسن ما عندك وأفضل ما عندك فيه. نسأل الله أن يرزقنا حجا مبرورا. ثم قال حفظه الله: عند حضور الميت أو صياح ديك بجنح الليل أو صباحي. عند حضور الميت أو صياح ديك بجنح الليل أو صباحي. فيه موضعان. عند حضور الميت دليله قوله صلى الله عليه وسلم: إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. رواه مسلم. وفي رواية: فإن الملائكة يؤمنون على دعاء أهل الميت. شوف الناس والميت في ساعة الاحتضار بيعملوا إيه، اللي بتشد في شعرها، واللي بتلطم في خدها، واللي بتصوت، واخد بالك، واللي بتدعي بدعاء الجاهلية ولا حول ولا قوة، واللي انشغلت بالصياح والبكاء عن الدعاء. وهذا وقت يستجاب فيه الدعاء من أهل الميت أو من غيرهم. إذا حضرتم المريض أو الميت فقولوا خيرا، فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. وفي رواية: إن الملائكة يؤمنون على دعاء أهل الميت. هذا موطن. الموطن الثاني عند صياح الديك، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، فإنها رأت ملكا. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله، فإنه رأى شيطانا، كما عند البخاري ومسلم. إذا سمعتم صياح الديك فاسألوا الله من فضله، فإنها رأت ملكا، يعني ملك من الملائكة. وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله، فإنه رأى شيطانا. قال القاضي عياض رحمه الله: سبب الدعاء رجاء تأمين الملائكة. إذا كان الديك قد رأى ملك من الملائكة فادعوا الله فلعل الملك يؤمن على الدعوة فتستجاب. ثم قال حفظه الله: وعند وقع القطر في الكثبان وليلة النصف من شعبان. سبحان الله، جاية في إيه؟ جاية في وقتها، ليلة النصف من شعبان اللي هي بكرة بإذن الله تعالى. وهذا فيه وقتان من أوقات الإجابة: عند نزول المطر
لقوله صلى الله عليه وسلم ثنتان لا تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، وفي رواية وقت المطر، وفي حديث آخر اطلبوا استجابة الدعاء تحت نزول المطر أو عند نزول المطر، اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر كما في السلسلة الصحيحة. إذن حين يتنزل أو حين ينزل المطر انشغل أنت بالدعاء لأن الدعاء يستجاب. أما ليلة النصف من شعبان ففيها قوله صلى الله عليه وسلم يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح، كما في السلسلة الصحيحة. يطلع الله تبارك وتعالى إلى خلقه ليلة النصف من شعبان، وفي رواية إلى جميع خلقه، فيغفر لجميع خلقه. انظر لسعة رحمة الله سبحانه وتعالى، أي من كان مؤهلا للمغفرة حصلت له هذه المغفرة، لكن هناك من حرم منها ومن يحرم منها وهم أهل الشرك. لذلك على المسلم أن يحذر الشرك، على المسلم أن يتفقد حاله وحال أهله. بعض الناس ممكن يكون فعلا متلبس ببعض صور الشرك، علق حدوة فرس أو خرزة زرقاء أو فردة جزمة ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو بيلبس بعض الحاجات عشان تدفع العين أو الحسد أو خمسة وخمسة، وكل هذا من الشرك ومن وسائل الشرك ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم المشاحن وهم أهل البدع الذين امتلأت قلوبهم شحناء لأهل الإسلام، وبعض العلماء يوسع في هذه الكلمة فيجعل كل من كان في قلبه حقد أو غل أو غير ذلك من أمراض القلوب. لذلك طهر قلبك، اعف عن من أساء إليك، اصفح عن الناس كما تكون لعباد الله يكون الله عز وجل لك. على العبد أن يغتنم هذه الليلة الفاضلة متعرضا لنفحات الله طالبا لمغفرته. ثم قال حفظه الله وما سواها فضعيف السند من طرق صحيحة لم يرد، لكنه قد يتقوى بعضها بسنن تخبرنا بفضلها، مثل الدعاء دبر الصلاة ودعوة المرضى أولي العاهات. الدعاء دبر الصلوات المقصود به آخر الصلاة. طيب آخر الصلاة قبل السلام ولا بعد السلام؟ دعاء دبر الصلاة قبل السلام ولا بعده؟ كان صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة كبر، وإذا رفع رأسه من الركوع قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد، وفيه وإذا سلم قال يعني من الصلاة اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت، كما عند مسلم. كذلك أوصى معاذا أن يقول بعد الصلاة اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك وسائر الأدعية التي تقال عقب السلام من الصلاة. فهذا يصدق عليه أنه دعاء بعد الصلاة أو دبر الصلاة. وإلى هذا المعنى وهذا المذهب هو مذهب الجمهور، إلى هذا المعنى ذهب جمهور العلماء أن الدعاء دبر الصلاة يعني عقب الصلاة يعني بعد السلام. لكن لا دليل على الدعاء الجماعي الذي كان يفعل في المساجد قديما، واحد يقول للناس سبحان الله فيسبحه 33، الحمد لله يحمده 33، الله أكبر يكبره 33، وبعد كده هو يختم وبعد كده يرفع يديه وهو يدعي وهم ايه، ما فيش دليل على الكلام ده، ليس من السنة ولا من فعل الصحابة، حتى لا من فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا من فعل الصحابة. إذن المقصود بالدعاء دبر الصلاة اللي هو الأذكار التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم. انت بتدخل المساجد تلاقي لوحة كده متعلقة الدعاء، يعني ما يسميه البعض ختام الصلاة، والصلاة تختم بالسلام لكن تجوزا، وهو الأدعية التي ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم والأذكار التي تقال عند السلام من الصلاة. مذهب آخر في تفسير الدعاء دبر الصلوات أن المقصود به الدعاء بعد التشهد وقبل السلام، يبقى لسه داخل الإيه يعني داخل الصلاة. واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم للصحابة بعد أن علمهم التشهد ثم ليتخير من المسألة ما شاء، والحديث صحيح، ليتخير من المسألة ما شاء، يعني قبل السلام ده وقت دعاء مستجاب، وكما في حديث ابن مسعود وقد سبق سل تعطى أو سل تعطى، وهذا مذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال ابن القيم يحتمل قبل السلام وبعده، وكان شيخنا يعني ابن تيمية يرجح أن يكون قبل السلام، فراجعته فيه فقال دبر كل شيء منه، دبر كل شيء منه مش غيره،
ثم قال كدبر الحيوان اللي هو الذيل بتاع الحيوان هو جزء منه، فكأنه يميل إلى أن الدعاء يكون قبل السلام وليس بعد السلام، ولا يدل ذلك على المنع من الأذكار التي تقال بعد السلام كما نعلم. قال شيخ العثيمين رحمه الله الدبر هو آخر كل شيء منه أو هو ما بعد آخره، ورجح أن يكون الدعاء قبل السلام. الثانية دعوة المريض، وهذه فيها حديث قد سبق منذ قليل إذا حضرتم المريض فقولوا خيرا فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون. يبقى الإنسان في حال المرض ومرض الموت لو تمكن من الدعاء لغيره مع كمال التذلل والتضرع إلى الله عز وجل فلعل هذا الدعاء يستجاب. وكذلك يدعو للمريض من كان حوله، كما في حديث أم سلمة قالت لما مات أبو سلمة أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت إن أبا سلمة قد مات، قال لي قولي اللهم اغفر لي وله. يبقى أهل الميت يقولوا الدعاء ده، ومش هينفع بقى الإنسان يستنى لما يبقى في الموقف ده ويروح يدور يا جماعة أقول إيه في الموقف ده. المفروض يبقى الإنسان أو المنبغي يبقى حافظ الأدعية دي ومتجهز بيها، قولي اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة، اللهم اغفر لي وله وأعقبني منه عقبى حسنة. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه وحضر أبا سلمة أغمض بصره ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر، فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون، ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة. وده دعاء حضرتك تحفظه عشان لو حضرت ميت تدعي له بالدعاء ده، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح لنا له في قبره ونور له فيه كما عند مسلم. وهتلاقيه في كتاب الأدعية اللي احنا بنوصي بيه على طول اللي هو مختصر النصيحة بتاع الشيخ محمد اسماعيل حفظه الله. ثم قال ودعوة المسدد المعمري وعند ختم المصحف الميسري، ودعوة المسدد المعمري وعند ختم المصحف الميسر. دعوة المسدد الحديث فيها ضعيف، اللي هو الإنسان كبير السن يعني دعاؤه مستجاب، يعني لو كان صالحا وعمر في الإسلام طويلا فالبركة مع أكابركم كما في الحديث الصحيح، لكن تعيين أن هذا دعاء أو أن كبير السن دعاؤه مستجاب الحديث ذلك ضعيف. أما الدعاء عقب ختم القرآن ففيه حديث في الترمذي قال صلى الله عليه وسلم من قرأ القرآن فليسأل الله به فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس، وهو حسن. من قرأ القرآن فليسأل الله به، لأن القراءة في حد ذاتها عبادة وهي طلب من الله سبحانه وتعالى، فإنه سيجيء أقوام يقرؤون القرآن يسألون به الناس. قال في التحفة تحفة الأحواذي شرح جامع الترمذي أي فليطلب من الله تعالى بالقرآن ما شاء من أمور الدنيا والآخرة، أو المراد أنه إذا مر بآية رحمة فليسألها من الله تعالى، أو بآية عقوبة فيتعوذ إليه بها منها، وإما ركزوا أن يدعو الله عقيب القراءة بالأدعية المأثورة. وطبعا ما فيش دليل على تخصيص دعاء ختم القرآن اللي هو الموجود في المصاحف دعاء ختم القرآن، هذا لا دليل صحيح عليه، ولكن يدعو الإنسان بما شاء لا يخصص هذا الدعاء حتى ظن الناس أن فعلا الدعاء ده لازم يتقال بعد كل ختمة أو بعد كل قراءة، لم يثبت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أدعو بما شئت. وأيضا جاء حديث يقول وينبغي أن يكون الدعاء تكملت كلام شارح الترمذي في أمر الآخرة وإصلاح المسلمين في معاشهم ومعادهم كما في تحفة الأحواذي. وأيضا جاء حديث أبي سعيد تعلموا القرآن وسألوا الله به الجنة قبل أن يتعلمه قوم يسألون به الدنيا، فإن القرآن يتعلمه ثلاثة، رجل يباهي به ورجل يستأكل به ورجل يقرأه لله. شوف الأصناف دي، وقرأ القرآن يسأل نفسه أنت أنهي واحد فيهم، رجل يباهي به هو عنده حرص أنه هو حصل إجازات ويتفاخر أنا حصلت إجازة وينشر ذلك بين الناس طالبا ثناءهم، رجل يباهي به شايف نفسه أفضل من غيره ويتعالى على الناس ويفتخر بذلك، الثاني رجل يستأكل به كما يفعل أصحاب القراءة في السرادقات سرادقات الشوادر وكده، يقول لك الربع بألفين وده بثلاثة وده بخمسة لا مش هتدفعه مش هقرأ وهكذا.
ورجل يقرأه لله، هذا هو الناجي الذي يقرأ القرآن لله. والحديث ذكر له الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة عدة شواهد. قال النووي: يستحب حضور مجلس ختم القرآن استحبابا متأكدا، ثم ذكر أمر النبي صلى الله عليه وسلم الحيض بالخروج ليشهدنا الخير ودعوة المسلمين يوم الإيه؟ يوم العيد. فقال لك ده أمر بالخروج لحضور الخير ودعوة المسلمين. فعايز يقول لك عند ختم القرآن إن كنت في مجلس ودعا فيه أحد مثلا عند الختم فاحضر ذلك فلعل الخير أن يصيبك. يقول: وأضيف أنا إلى ذلك حديث الملائكة السياحين. يقول: وكان أنس بن مالك رضي الله عنه إذا ختم القرآن جمع أهله ودعا، كما عند أبي داود. وروى كذلك بأسانيده الصحيح عن الحكم بن عيينة التابعي الجليل أنه قال: أرسل إلي مجاهد وعبده ابن أبي لبابة فقال: إنا أرسلنا إليك لأن أردنا أن نختم القرآن، والدعاء يستجاب عند ختم القرآن. وفي بعض الروايات الصحيحة أنه كان يقال: إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن، إن الرحمة تنزل عند خاتمة القرآن. قال في الأذكار: أي النووي يستحب الدعاء عقب الختم استحبابا متأكدا تأكيدا شديدا. ثم ذكر المصنف يعني صاحب المتن بعض الأنواع الأخرى لكن لم يدل عليها دليل صحيح، كالدعاء ليلة الجمعة والعيدين وأول ليلة من رجب، لذلك لم أذكر أبيتها. ثم أختم بالنوع الثالث من أسباب استجابة الدعوات، وهو ما يرجع إلى الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء. يعني هناك أماكن إذا دعا فيها الإنسان استجيب دعاؤه بإذن الله، وهذا بفضل الله تعالى أيضا مناسب للمناسبة أو موافق للمناسبة التي تكون عقب هذا الدرس، وهي الكلمة المتعلقة بفضل العمرة، وذلك في يعني الترحيب بإخواننا الذين أتوا لشهود هذه الكلمة ويسافرون غدا إن شاء الله لأداء مناسك العمرة. نسأل الله عز وجل أن ييسر لنا ولهم الخير وأن يتقبل منا ومنهم. فهذه الكلمات يعني جاءت من الله عز وجل بإذن الله تعالى رزقا لهم. يعني هذا الدرس يعني لم يرتب، يعني الكلام اللي احنا بنتكلم فيه لذة المناجاة، إن الوسائل دي تتأخر لليلة دي وللدرس ده رحمة من الله سبحانه وتعالى، لأن أغلبها يتعلق بقضية العمرة وبفضيلة وشعيرة العمرة. قال حفظه الله: في البلد المنعوت في الفرقان ورؤية للبيت ذي الأركان. في البلد المنعوت يعني الموصوف في الفرقان يعني في القرآن، ورؤية للبيت ذي الأركان اللي هو الكعبة، يقصد بذلك البلد الأمين اللي هي مكة. ودليل ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش، اللهم عليك بقريش. لما قال ذلك شق ذلك عليهم. ليه؟ كانوا يرون أن الدعوة في ذلك البلد مستجابة، الدعوة في مكة إيه؟ مستجابة، كما عند البخاري ومسلم. وهذا يعني فيه يعني في مكة يعني مناطق وأماكن كثيرة وأحوال كثيرة يستجاب فيها الدعاء كما سنذكر بإذن الله تعالى. أما تخصيص رؤية البيت بدعوة فهذا لا دليل صحيح عليه. بعض الناس يقول لك أول ما تشوف الكعبة كده ادعي، ده دعاء مستجاب. الدليل ما فيش دليل. لكن هل معنى كده إنسان ما يدعوش؟ لا، ادعي، لكن لا تزعم شيئا في دين الله عز وجل بغير دليل. ما تقولش إن اللي شو يبص على الكعبة كده ويدعي دعاء مستجاب وما نقولش مش مستجاب، نطمع في رحمة الله. لكن نحن نقول لم يرد دليل على هذا المعنى، ولكن لا يعني ذلك أن الدعاء ليس بمستجاب. قال: وتحت ميزاب وفي المطاف طوبى لداع من فؤاد صافي، ما بين باب البيت والركن الأغر ملتزم كما أتانا في الأثر. هنا بيبين لنا أماكن أخرى يستجاب فيها الدعاء في الحرم. وتحت ميزاب، الميزاب اللي هو إيه؟ ميزاب الكعبة اللي احنا بنسميه المزراب. يعني تحت الميزاب يعني يقف الإنسان في الحجر ويدعو تحت الميزاب، وهذا أيضا لم يرد دليل صحيح على تخصيص استجابة الدعاء تحت الميزاب. لكن لو كان يصلي في الحجر ودعا فهذا خير، لأنه بذلك يكون داخل الإيه؟ الكعبة، والدعاء داخل الكعبة مستجاب بل مستحب كما سيأتي. أما الدعاء في المطاف فالثابت الدعاء بين الركن اللي هو الحجر الأسود والركن اليماني، أن يقول إيه؟
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ويدعو سائر في سائر الأشواط لا مانع وبغير تخصيص أيضا. هتلاقي بعض الناس بيوزع كتب وبيبيع كتب عند الحرم اللي هي فيها أدعية الطواف، كل شوط عملوا له دعاء تأليف كده، بعضها من السنة وبعضها من دماغ الناس، وهذا ليس عليه دليل، بل ادعو بما شئت بغير تخصيص ولا تحديد. يقول: ما بين باب البيت والركن الأغر ملتزم كما أتانا في الأثر. الملتزم هو ما بين الحجر والباب. الكعبة حضراتكم عارفين بناء مكعب، باب الكعبة الجنب اللي فيه باب الكعبة الناحية اللي على إيدك الشمال وانت وشك للباب فيها الحجر الأسود، تمام كده، والناحية التانية فيها الايه الحجر، تمام. يبقى أنا قدام باب الكعبة هو، الناس تركز معايا، أنا قدام باب الكعبة، يبقى على شمالي هيبقى الحجر الأسود وعلى يميني الحجر، تمام. الباب هو والحجر الأسود هو، هتلاقي عسكري واقف جنب الايه جنب الحجر، وبين العسكري وبين الباب جزء من الكعبة فاضي، هو ده الملتزم، تمام. الجزء ده فيه دعوات مستجابة، الدعاء عنده مستجاب، اللي هو الدعاء عند الملتزم. يبقى الملتزم ما بين الحجر والباب. قال عنه ابن عباس: الملتزم ما بين الحجر والباب لا يلزم بينهما أحد يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. يلزم يعني يلتزم المكان. هنشوف النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف ويلصق وجهه أو خده بالكعبة ويرفع يديه ويبسط كفيه لأعلى. قال أبو الزبير: فقد دعوت هنالك فاستجيب لي. قال مجاهد: ما بين الركن والباب يدعى الملتزم، ولا يقدم عبد ثم، ما فيش حد يجي في المكان ده فيدعو الله عز وجل إلا استجاب له. وعنه قال: رأيت ابن عباس وهو يستغيث ما بين الركن والباب. شوف التعبير بيقول بيعمل ايه، يستغيث، يعني شوف زي واحد في كرب وفي شدة ومصيبة كبيرة جدا فبيستغيث، يدلك على حضور القلب، شدة التضرع والابتهال، التركيز في الدعاء، مش زي ما بعض الناس عمال يدعي ويتفرج على اللي رايح واللي جاي، أو اللي عمال يزق في الناس عشان يصور ياخد سيلفي في المكان ده، في ناس كده، لا، ده واقف بيستغيث ما بين الركن والباب. وفي حديث أبي داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه قال، ركزوا كده: طفت مع عبد الله اللي هو أبوه يعني، فلما جئت دبر الكعبة قلت: ألا تتعوذ؟ قال: نعوذ بالله من النار. ثم مضى حتى استلم الحجر وأقام بين الركن والباب اللي احنا سميناه الايه الملتزم، فوضع صدره ووجهه وذراعيه وكفيه هكذا وبسطهما بسطا. طبعا الاثنين انا مش عارف ارفع الاثنين عشان الايه الميكروفونين، فرفعت ايه انت تعمل ايديك الاثنين كده. ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعله. قال الشيخ الألباني في تعليقه على هذا الحديث: روي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم من طريقين يرتقي الحديث بهما إلى مرتبة الحسن ويزداد قوة بثبوت العمل به عن جمع من الصحابة كابن عباس، وصح من فعل عروة بن الزبير أيضا. ثم ذكر هذا الحديث أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع صدره ووجهه أو صدره ووجهه وذراعيه وكفيه وابسطهما، وفعل مثله بعض الصحابة وبعض التابعين يعني في الطواف. ثم ذكر شواهد للحديث السالف الذكر ومتابعات. قال النووي عن هذا الموضع: وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء، وهو من المواضع التي يستجاب فيها الدعاء. وفي المسند عن مجاهد عن عبد الرحمن بن صفوان قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الحجر والباب واضعا وجهه على البيت، واضعا وجهه على البيت. لذلك اجتهد إن تيسر لك الوصول إلى هذا المكان في الدعاء. وخد بالك هو سهل جدا، ما هوش صعب، لأن غالب الناس بتزحم على إيه، بيزحموا على الحجر، والمكان ده بيبقى سهل الوصول ليه، كل حاجة هتحصلها برحمة الله وبإذنه وبقدرته، مش فتوانة هي وقوة ولا، أنت تروح بس المكان وتكثر من لا حول ولا قوة إلا بالله سبحانه وتعالى، وتدعو الله عز وجل أن ييسر لك الخير، وتقف أي حد بس يطلع إيه، ادخل مكان وهتلاقي الأمر سهل بإذن الله تعالى.
قال الإمام الشافعي أحب له إذا ودع أن يقف في الملتزم وهو بين الركن والباب. وذكر شيئا من ذلك أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى عن استحباب الدعاء في هذا المكان. قال حفظه الله في استكمال وبيان بقية الأماكن التي يستجاب فيها الدعاء: على الصفا ومروة وعرفة والمشعر الحرام بالمزدلفة. وهذا فيه أربعة أماكن تستجاب فيها الدعوات: على الصفا والمروة لحديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم رقى على الصفا فوحد الله وكبره وهلله ثم دعا بين ذلك وفعل على المروة كما فعل على الصفا كما عند مسلم. يعني إيه؟ يعني حضرتك لما تروح عند جبل الصفا تصعد في المكان المرتفع الذي هو قريب من الجبل، لأن كده كده الجبل محطوط حواليه حاجز إزاز، حدش بيطلع على الجبل زي زمان، وليس من السنة الصعود للقمة كما يفعل بعض الناس. فأنت ترتقي على المكان المتاح لك الارتقاء عليه، وحد الله وكبره وهلل. حضرتك ترجع بقى لكتاب مختصر النصيحة وتحفظ من دلوقتي الأدعية اللي هتتقال هناك ليها الذكر. ينظر للكعبة للبيت ويخلي ظهره الجبل الصفا ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده أنجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وبعد كده تدعي، تدعي بقى قد إيه؟ ربع ساعة، نص ساعة، ساعة، يا كل ده. ابن عمر كان إذا وقف استبطأه أصحابه، يعني استبطأوه اتأخر عنه، يعني بيطول بيدعي. سبحان الله، موطن من مواطن الدعاء المستجاب. انت مستعجل على ايه؟ وراك ايه؟ انت اصلا رايح ليه؟ رايح ليه؟ ها؟ لتحصيل هذه الدعوات المستجابة. فمش مستعجلين. بعض الناس يعمل العمرة في نص ساعة ويروح يريح في الفندق، في واحد بيعملها في خمس ساعات، ودي عمرة ودي عمرة. بس زي ما انت شايف الناس في الأمور الدنيوية متفضلين، في درجة أولى فاخر ممتاز، وفي درجة أولى عادي، وبعد كده درجة تانية وثالثة، وفي سبنسة، فاهمين الكلام ده كله؟ فكذلك هم درجات عند الله، كل واحد في العبادة حسب قدر الإيمان اللي في قلبه. عشان كده قبل ما تسافر لازم تكون جهزت قلبك. سمعت بعض المحاضرات وبعض الدروس عن فضل هذه البقاع وتلك الأماكن وفضل الشعائر التي تذهب لأدائها، عشان تبقى عارف انت رايح ليه وهتعمل ايه. يبقى تقول الذكر ده وبعدين تدعي، وبعد كده تقول الذكر تاني، وبعد كده تدعي، بعد كده تقول الذكر تالت مرة وتدعي. عشان كده قال ايه؟ ثم دعا بين ذلك، يعني بين يقول الذكر ويدعي وهكذا، وفعل على المروة كما فعل على الصفا. قال النووي: والسنة أن يطيل القيام على الصفا ويستقبل الكعبة فيكبر ويدعو كما في الأذكار. وأما عرفة فقد تقدم أن دعاء يوم عرفة خير الدعاء وأفضل الدعاء. والمشعر الحرام بالمزدلفة، إيه المشعر الحرام بقى؟ المشعر الحرام ده جبل في مزدلفة مثل جبل عرفات، مش مثل يعني الحجم، لا، يعني في الفضل والشرف واستجابة الدعوة. وأكثر الحجاج يغفل عن ذلك، بيصلوا الفجر ويروحوا نفرين مباشرة إلى منى. نعم الحج صحيح ما فيش مشكلة، بس ده موضع وموطن من مواطن إجابة الدعاء. يبقى أنت استغل الموقف ده اللي أنت بعد ما تصلي الفجر تصعد على الجبل لو تيسر، أو تقف قريبا منه، أو في أي مكان في مزدلفة، وتدعو الله حتى يسفر جدا، أي الجو، يعني إما السماء تنور بس قبل الشمس ما إيه؟ ما تطلع تكون ماشي رايح لمنى. كما قال الله عز وجل: فاذكروا الله عند المشعر الحرام. ووقف النبي صلى الله عليه وسلم واستقبل القبلة ودعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده حتى أسفر جدا. وفي حديث جابر أنه صلى الله عليه وسلم لما صلى الصبح بالمزدلفة ركب ناقته القصواء حتى أتى المشعر الحرام، فاستقبل القبلة ودعا الله وهلله وكبره، ولم يزل واقفا حتى أسفر جدا. والحديث في مسلم. يقول: من المواضع أيضا، أو من المواطن: داخل البيت وعند زمزمي خلف المقام والدعاء في الحرم. داخل البيت وعند زمزمي أو زمزم، داخل البيت، البيت اللي هو الإيه؟ الكعبة، الكعبة.
لحديث مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل البيت دعا في نواحيه. دعا في نواحيه. طبعا تقول لي طب وإحنا فين ودخول الكعبة فين؟ أنت مش عايز خلاص دي إيه ما حاجة ترجع لك أنت، لكن الإنسان اللي بيطمع في رحمة ربنا سبحانه وتعالى قد يتيسر له ذلك. وهم كده جايين بيوسعوا الناس، فيلا يا عم قالوا ما هدخل الكعبة، قالوا له طب خش ودخل. فما كانش طبعا يخطر على باله أصلا ولا في حياته أنه هيدخل الكعبة. فأنت اطمع في رحمة ربنا وادعو بالخير قد يتحقق لك ذلك. وعند زمزم أي عند شرب ماء زمزم، فماء زمزم لما شرب له كما عند أحمد وفي مسلم إنها مباركة إنها طعام طعم. قال ابن القيم عن حديث أحمد الحديث حسن، وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله أو فبرئت بإذن الله. كنا مرة في الحرم فأخ جايب كوباية زمزم كاسة ومعاه البرشام بتاعه، فايه بيفتح البرشام عشان يشرب البرشام بالمية، فقلت له انت هتاخد علاجين؟ فبص لي كده وقال لي لا ده لسه هيقول واحد. فايه فهم انا ما بقولكش ما تاخدش العلاج، بس ممكن زمزم فعلا تغني عن الايه وعن المرض. يعني في ناس سبحان الله تروح كلها امراض وتحاليل وفحوصات، يعني زي ما يقولوا كده ايه مهكع خلاص، ما ايه ما فيش، ويرجع من هناك ما فيش حاجة في جسم. يقين يقين في الله سبحانه وتعالى ودعاء، وما فيش مانع تاخد علاجك برضو، لكن أنا بقول مع قوة اليقين وشدة التضرع قد يعافيك الله عز وجل من هذا كله. لذلك قال ابن القيم استشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله أو فبرئت بإذن الله. وفي حديث عائشة أنها كانت تحمل من ماء زمزم، وتخبر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم في الأداوة والقرب، وكان يصب على المرضى ويسقيهم كما في السلسلة الصحيحة. يبقى ده دليل على أن ماء زمزم لما تطلع من مكة ما بتفقدش إيه أثرها ولا خيرها ولا فضلها زي الناس مفكرة، يقول لك لا ده هو زمزم هناك بقى. لا عائشة هي كانت بتحمل من ماء زمزم، وبتقول إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمل ماء زمزم، وكان وهو بالمدينة يرسل لصفوان وهو في مكة أن أرسل إلينا من زمزم، فيرسل له وهو في المدينة. وكان يصب على المرضى ويسقيهم، واحد مريض فرصتك وانت هناك أو حتى لو انت هنا ومعاك ماء زمزم أن تصب على نفسك على مكان المرض أو على الجسم عموما وتدعو الله عز وجل فيشفيك بإذنه. قال النووي وقد شرب جماعة من العلماء ماء زمزم لمطالب لهم جليلة فنالوها، فيستحب لمن أراد الشرب للمغفرة أو الشفاء من مرض ونحوه يعمل بقى أن يستقبل القبلة ثم يذكر اسم الله تعالى ثم يقول اللهم قد إني بلغني أن رسولك صلى الله عليه وسلم قال ماء زمزم لما شرب له وإني أشربه لتغفر لي، اللهم فاغفر لي، اللهم إني أشربه مستشفيا به من مرضي، اللهم فاشفني، ونحو هذا. ويستحب أن يتنفس ثلاثا، يعني ما يجي يشرب كده مرة ويتنفس وبعد كده يشرب مرة ويتنفس بره الإناء يعني، ويتضلع منه يمتلئ يعني يشرب كتير، فإذا فرغ حمد الله تعالى. وأما خلف المقام فالوارد الصلاة خلف المقام، والصلاة فيها دعاء بلا شك. وفي الحديث أنه صلى الله عليه وسلم استلم الركن فرمل ثلاثا ومشى أربعا ثم نفذ إلى مقام إبراهيم بعدما خلص الطواف فقرأ واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم المقام بينه وبين البيت فصلى ركعتين كما عند مسلم. وطبعا مع شدة الزحام لو ما تيسرش لك تصلي خلف المقام مباشرة صلي في أي مكان في الحرم فهذا يجزئ عنك. ثم قال حفظه الله كذاك عند الجمرتين ومنى دعا بها نبينا حثا لنا. كذاك عند الجمرتين، الجمرة الإيه؟ الصغرى والوسطى. طب والكبرى مفيش عندها دعاء، الدعاء عندي بس الصغرى والوسطى. ايه الدليل؟ حديث ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان اذا رمى الجمرة التي تالي المنحر ومسجد منى اللي هي الصغرى رماها بسبع حصايات، يكبر كلما رمى بحصاة ثم تقدم امامها امام الجمرة يعني، فوقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو ويطيل الوقوف. يبقى بعد ما الحج يرمي الجمرة الصغرى، اصحى يا حج، بعد ما الحج يرمي الايه الجمرة الصغرى يتقدم امام الجمرة
ويقف لو تيسر له ذلك أو يمينا أو شمالا لو في زحام مش عارف يقف قدامه ويرفع يديه ويدعو الله طويلا طويلا. دي العلماء قدروا إيه؟ قالوا بمقدار سورة البقرة. بتضحك؟ بمقدار سورة البقرة، يعني باب من أبواب الخير فتح لك، أدعو بما تيسر، مش لازم مقدار سورة البقرة، لكن أطل الوقوف وأطل الدعاء. طب وبعدين؟ ثم يأتي الجمرة الثانية اللي هي الوسطى فيرميها بسبع حصيات، يكبر كلما رمى بحصاه، ثم ينحرف ذات الشمال فيقف مستقبل القبلة رافعا يديه يدعو. ثم يأتي الجمرة التي عند العقبة اللي هي الكبرى فيرميها بسبع حصيات ولا يقف عندها كما عند البخاري. يبقى الدعاء فين بس؟ بعد رمي الجمرة الصغرى والإيه؟ الكبرى ترميها وتنصرف. وأما الدعاء بمنى فلأن أيام منى أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى كما عند مسلم. قال، ركزوا بقى في اللي جاية دي، ومسجد الفتح بيوم الأربعاء بين الصلاتين يجاب من دعا. حمك الله. ومسجد الفتح ده مسجد من مساجد المدينة المنورة، بيوم الأربعاء اللي هو الأربعاء بين الصلاتين اللي هو الظهر والعصر يجاب من دعا. عن جابر رضي الله عنه قال، دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المسجد مسجد الفتح يوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. يبقى الرسول كان بيصلي في مسجد اسمه الفتح، دعا يوم ايه؟ الاثنين وايه؟ والثلاث وايه؟ والأربعاء، فاستجيب له بين الصلاتين يوم الأربعاء. يبقى الإجابة حصلت امتى؟ يوم الأربعاء بين ظهر والعصر. قال جابر، ولم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توضأت تلك الساعة فدعوت الله تعالى بين الصلاتين يوم الأربعاء. ما قالش رحت فين؟ المسجد. ودي مهمة، لم ينزل بي أمر مهم غائظ إلا توضأت تلك الساعة فدعوت الله تعالى فيه بين الصلاتين يوم الأربعاء في تلك الساعة إلا عرفت الإجابة. يبقى من السنة أنت يوم الأربعاء لو كنت في المسجد مثلا بعد صلاة الظهر أو في البيت، هذا الوقت ما بين صلاتي الظهر والعصر وقت إجابة الدعاء، كما عند البخاري في الأدب المفرد وعند أحمد كذلك ورجاله ثقات. خد بالك بقى من التعليق اللي جاي ده مهم جدا. قال الألباني رحمه الله، لولا أن الصحابي رضي الله عنه أفادنا أن دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت من يوم الأربعاء كان مقصودا، والشاهد يرى ما لا يرى الغائب وليس الخبر كالمعاينة، لولا أن الصحابي أخبرنا بهذا الخبر لكنا قلنا هذا قد اتفق لرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه دعا فاستجيب له في ذلك الوقت من ذلك اليوم. لكن أخذ هذا الصحابي يعمل بما رآه من رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما ووقتا ويستجاب له. إذن هذا أمر فهمنا بواسطة هذا الصحابي وأنه سنة تعبدية لا عفوية. يبقى لو كانت حاجة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جابر إيه؟ عملها. قال شيخ الإسلام ابن تيمية، هذا الحديث يعمل به طائفة من أصحابنا وغيرهم فيتحرون الدعاء في هذا كما نقل عن جابر، ولم ينقل عن جابر أنه تحرى الدعاء في المكان بل في الزمان كما في اقتضاء الصراط المستقيم. إذن هذا دليل على استحباب الدعاء في يوم الأربعاء بين الظهر والإيه؟ والعصر. قال الإمام البيهقي، ويتحرى للدعاء الأوقات والأحوال والمواطن التي يرجى فيها الإجابة، فأما الأوقات فمنها ما بين الظهر والعصر من يوم الأربعاء. وهذا النقل يدل على أنه لا يشترط كون هذه الدعوة في مسجد الفتح كما فهم الصحابي جابر رضي الله عنه. لذا أخي اغتنم أينما كنت ظهر الأربعاء وحتى العصر في الدعوات المستجابات. بذلك نكون أحبتي قد أتينا على بعض المواطن التي يستجاب فيها الدعاء. قل قولي هذا واستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.